Hello, my dear students. Now we will continue the part 2 of lesson 1, unit 3. احنا كنا خدنا المرة اللي فاتت الـ classification of plants. النهاردة هناخد الـ classification of animals. تمام؟ طيب، هناخد الـ classification of animals according to body support. عندهم body support، عندهم دعامة باسمهم ولا لأ؟ طيب، أنا عندي animal ليها soft body، ما عندهاش support. تمام؟ سوفت بادي ما عندهاش اي نوع من انواع السبورت، زي ايه؟ زي الجيلي فيش اللي هو القنديل البحر والاكتوبس والايرث وورم، الثلاثه دول ليه سوفت بادي ما عندهمش سبورت. طيب ايه الانيمالز اللي عندها سبورت؟ اللي عندها سبورت بتتقسم نوعين، لا اما السبورت ده يبقى اكسترنال سبورت خارجي او انترنال سبورت جوه جسمها. طب الاكسترنال سبورت زي ايه؟ زي المصل، المصل ده اللي هو المحار، المصل ده السبورت، الصدفه بتاعته اللي بره دي اكسترنال، هي دي سبورت. طب من جوه جسمه سوفت، تمام؟ طيب انا عندي اللي ليه سبورت الاكسترنال سبورت خارجي زي المصل وزي السنيل اللي هو الحلزون. طيب اللي ليه انترنال سبورت اللي هم الفيرتبريتس. ايه هم الفيرتبريتس ده؟ الفيرتبريتس اللي هم اللي عندهم فيرتبرال كولوم، الكائنات الفقريه اللي عندهم عمود فقري، تمام؟ زي ايه؟ زي الفيش سمك، وزي ايه تاني؟ زي الريبتايلز، الريبتايلز اللي هي الزواحف، الكروكودايل، السنيك كده، زي ايه تاني؟ زي الماملز، الماملز اللي هي جيستورز، الحاجات اللي بتلد، زي ايه؟ زي الكاو مثلا، اوكي؟ يبقى احنا دلوقتي قسمنا الانيمالز اكوردنج تو بادي سبورت لانيمال وسوفت بادي وانيمال هافينج سبورت، تمام؟ السوفت بادي ما عندهاش اي نوع من السبورت، اللي هافينج سبورت نوعين، اكسترنال سبورت وانترنال سبورت. طب انا عندي انيمال عنده اكسترنال وانترنال سبورت اللي هي الاكواتيك سيركل، السلحفاه المائيه، عندها اكسترنال سبورت اللي هي الشل الصدفه بتاعتها، وعندها انترنال سبورت ايه؟ عندها هيكل عظمي جوه جسمها. تمام كده؟ طيب هنعمل كلاسيفيكيشن للانيمال اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو نمبر اوف ليجز، عدد الارجل. طب ايه يا ميس؟ هنصنف ايه حسب عدد الارجل؟ هنصنف حاجه اسمها الارثروبود. ارثروبود ايه الارثروبود دي؟ الارثروبود دي انفيرتبريت انيمالز، انفيرتبريت انيمالز يعني كائنات ما عندهاش فيرتبرال كولوم، ما عندهاش عمود فقري. مالها؟ كاركترايزد باي بريزنت اوف جوينتد ليج، بتتميز انها عندها جوينتد ليج ارجل مفصليه. يبقى الارثروبود ات از انفيرتبريت انيمال كاركترايزد باي بريزنت اوف جوينتد ليج. طيب الارثروبود بتتقسم ثلاث انواع، انسكتس حشرات، اركيميدز عنكبوتيات، مايروبودز عدد الارجل. يبقى الاركروبودز بتتقسم لانسكتس حشرات. طب الانسكتس عندها كام بير اوف جوينت ليج؟ عندها 3 بيرز اوف جوينت ليج. الانسكتس عندها 3 بير اوف جوينت ليج. طيب 3 بير، ثلاث ازواج، تمام؟ طيب زي ايه الانسكتس الاكزامبلز اللي عندنا؟ الانت، النمله، اللوكوست، الجراده، البيز، النحل، الموسكيتو، الناموسه، الفلايز، الدبان، الكوكروتش، الكوكروتشز اللي هي الصرصار، تمام؟ طيب تاني حاجه من الارثروبودز الارتميز، الارتميز عندها 4 بير اوف جوينت ليج، 4 بير اوف جوينت ليج. طيب الارتميز دي زي ايه؟ زي السبايدر العنكبوت، زي تاني؟ زي السكوربيون العقرب، تمام كده؟ طيب المايرابودز، المايرابودز اللي هي عديده الارجل، المايرابودز عندها نيوميرس ليجز، نيوميرس ليجز يعني عندها لارج نمبر اوف ليجز، تمام؟ طيب زي ايه؟ زي السكالوبندرا، السكالوبندرا اللي هي اللي بنقول عليها ام 44. زي ايه تاني؟ زي الجولس، الجولس اللي هي دي عباره عن نوع من انواع الارثروبود، ليها اللي بنقول عليها ذات الالف قدم، تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي قسمنا الليفنج اورجانيزم اكوردنج تو نمبر اوف ليجز. قلنا ايه؟ قلنا هنقسم ايه؟ هنعمل كلاسيفيكيشن للايه؟ للارثروبود. الارثروبودز قسمناهم لانسكتس، اركينيد، مايروبودز. الانسكتس عندها 3 بير اوف جوينتد ليج، الاركينيدز عندها 4 بير اوف جوينتد ليج، الايه؟ المايروبودز عندها نيوميرس ليج، تمام كده؟ طيب اخر حاجه في الكلاسيفيكيشن اوف انيمالز، الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو بريزنس اوف تيث، وجود اسنان. طيب عندي انيمالز ايدنتس، ايدنتس يعني تيثلس، ما عندهمش اسنان. زي ايه؟ زي السلوث والارماديلو، سلوث والارماديلو. طيب وعندي انيمال هافينج تيث، انيمال عندها اسنان، تمام؟ طيب هي الاسنان كلها، التيث كلها نفس الشيب نفس الشكل؟ لا، التيث بتختلف. عندي انيمالز عندها فرونت تيث اكستندنج اوتورد، اسنان اماميه ممتده للخارج،
يبقى كرامب فيس اكستندنج اوت وورد تو كابتشر ذا انسكت عشان تمسك الحشرات زي ايه؟ زي الهيدجي هاج اللي هو الانفيد. طيب عندي انيمالز عندها شارب اند بوينتد كناينز اند مولر، شارب اند بوينتد حاده ومدببه، كناينز اند مولر دروس وايه وانياب. يبقى انا عندي انيمالز عندها شارب كناينز اند ايه مولر زي ايه؟ زي طبعا التايجر واللاين والفوكس والدب. اوكي طيب اللي عندهم تيس عندهم ايه تاني؟ هقسمهم لايه تاني؟ انيمالز with sharp incisors. sharp incisors يعني قواطع حاده، القواطع اللي هي الاسنان الاماميه بتاعتهم sharp incisors. طب ايه اللي عندهم sharp incisors؟ بيتقسموا لنوعين، رودنت قوارض ولاجومورفوس ارنبيات. الرودنت القوارض عندها one pair of incisors in each jaw، يعني عندها one pair سنتين فوق في الابر جو، الابر جو هو الفك العلوي، وone pair في اللور جو، يعني عندها سنتين فوق وسنتين تحت، يعني عندها one pair of incisors in each jaw. زي الراب، زي الجرب، زي السكورل. تمام الراب طبعا الفار الجرب ده كتان صغير كده شبه الراب برضو، والايه والسكورل اللي هو السنجاب. طيب اللاجومورفوس، اللاجومورفوس عندها two pair of incisors in upper jaw، يعني كده one pair of incisors in lower jaw، two pairs one ايه pair زي الايه زي الرابط. تمام كده. طيب احنا كده خلصنا الكلاسيفيكيشن، فاضل اخر حاجه عندنا السبيشيز. السبيشيز دلوقتي يعني ايه سبيشيز؟ يعني ايه فصيله او نوع؟ هي جروب اوف سيميلر ليفنج اورجانيزم ان شيب. تمام مجموعه من الليفنج اورجانيزم متماثلين في الشيب، بحطهم فون سبيشيز في فصيله واحده. تمام مالهم؟ كان ريبروديوس، كان ريبروديوس، كان ميت، ممكن ايه يعني يتكاثروا، اند ايه اند جيف بيرث، يولدوا نيو فيرتايل انديفيدوال، يولدوا شخص جديد ايبل تو ايه ريبروديوس اجين. تمام يبقى السبيشيز جروب اوف سيميلر ليفنج اورجانيزم كان ريبروديوس تو جيف بيرث، يولدوا ايه بقى نيو فيرتايل انديفيدوال، شخص قادر على الايه على الانجاب. تمام كده. طيب السبيشيز دي اول حد خلاها بيزك كلاسيفيكيشن يونت، هي البيزك كلاسيفيكيشن يونت اوف ليفنج اورجانيزم هي السبيشيز. مين اللي عملها كده؟ عالم اسمه مين. تمام كده. طيب دلوقتي يبقى احنا اتفقنا اللي هم متفقين في الشيب بحطهم في الايه في نفس السبيشيز. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي انا مثلا عندي حد من يوروب وحد من افريقيا، كان ايه كان ميت اند بيدوس ان سيرفايل انديفيدوال، ليه؟ لان هم من الهيومنز من نفس السبيشيز، لكن ما ينفعش الدونكي يعمل ميت مع الهورس، ليه؟ لان هم من ديفرنت سبيشيز، حتى لو عملوا ميت هيجيبوا ميول، الميول دوت اللي هو ايه السيريال، السيريال يعني عقيم. تمام كده. يبقى اخر حاجه هننهي بيها ان السبيشيز في الزبيد كلاسيفيكيشن يعني في ليفنج اورجانيزم، وان هي بنحط السيميلر ليفنج اورجانيزم ان وان جروب كان ريديوس تو ايه ريديوس ان ايه فيرتايل انديفيدوال. ثانك يو.